الضغط النفسي، أحداث الحياة الضاغطة التي تجعلك تشعر أنك لم تعد تتحمل، وهو يمثل كل رد فعل يقوم به الجسم أو النفس تجاه أحداث حياتية مهددة تتطلب جهد للتأقلم معه. نتحدث الآن عن مصادر الضغوط، وهي نوعين: مصادر الضغوط الداخلية ومصادر الضغوط الخارجية. لو تحدثنا عن مصادر الضغوط الخارجية فهي متعددة وكثيرة. نأخذ أولا موضوع مصادر الضغوط اللي هي الأسرية. الأسرة أيضا لها ضغوط، عندما ننتقل من مرحلة لمرحلة، أبناءنا عندما يكونون في صغارا ثم ينتقلون لمرحلة أكبر فلديهم احتياجات تزيد، هذه نوع من مصادر الضغوط الخارجية. خارجية نقصد بها خارج الجسم، داخلية نقصد بها ما نحصل، ما يكون لدينا في داخلنا. لو تحدثنا عن موضوع مصدر ثاني من مصادر الضغوط الخارجية هو ضغط العمل. الضغط نحو العمل أيضا يمثل ضغط على الإنسان، ضغط المنافسة، ضغط الإنجاز، ضغط الدخل، ضغط العلاقات في العمل، ضغط الوقت، كل هذه الأمور تضغط على الإنسان بضغوط خارجية. هناك أيضا ضغوط مالية. الضغوط المالية على الإنسان في سعيه نحو الرفاهية المالية، هذا يمثل ضغط على الإنسان وهو ضغط خارجي. هناك ضغوط اجتماعية، ضغوط المجاملات، ضغوط المناسبات الاجتماعية والولائم المكلفة، هذا أيضا ضغط خارجي من باب المجاملات الاجتماعية والتقاليد والأعراف الخاطئة. لدينا ضغوط داخلية، ومن الضغوط الداخلية أيضا سمات الشخصية. أنا كشخصية لدي سمات، وقد تكون هذه السمات تضغط علي في التعامل مع الآخرين. مثلا تكون لدي مشكلة في الشخصية الانطوائية، أو مشكلة في الإنغلاقية، في الإنغلاق أو عدم الوداعة، ليس لدي قدرة على الترفيه وموضوع المرح في الحياة وغيرها. أيضا مستوى التوقعات لدي، قد يكون لدي مستوى من التوقعات مبالغ فيه، هذا يمثل أيضا ضغط مني أنا من جهة تفكيري وإدراكاتي. الضغوط الصحية، إذا كان لدي مشكلة صحية أيضا تمثل علي ضغط داخلي. أيضا الضغوط الاجتماعية، برغم أنها ضغوط خارجية ولكن ضغوط اجتماعية من باب أني أنا أحاول أجاري المجتمع في هذا الضغط.